عالج الأمراض بأضدادها. هذه قاعدة من قواعد الطب، أن المرض يعالج بضده. والكبر مرض عضال يصيب القلب في مقتل، عالجه بضده. حاول أن تتخلق بخلقين عظيمين، الأول التواضع، كن متواضعا، كن خفيض الجناح، كن هينا، كن لينا، كن محبا للناس، كن محبا للخير للناس، كن هينا، دعك من رؤية النفس وأن ترى لنفسك حقا وحظا ومكانة، دعك من هذا.